شاهد كيف يتوضأ. هل تحتاج أحد يساعدك يا شيخ نصر الدين؟ لا. كيف توضأ؟ بسم الله. شاهد. انظر كيف يجمع الماء في رجليه. ثم يبدأ بالمغمضة. سقط عنه غسيل الكفين. الآن يتمضمض ثلاثا. بعدها انظروا كيف يستنشق. هذا هو الاستنشاق. الله أكبر. هل شاهدت كيف يستنشق الماء؟ بعد الاستنشاق ماذا سيغسل؟ الآن يغسل وجهه. يغسل وجهه برجليه. والله إن هذه الرجل أكرم عند الله من وجيه كثير من الناس قصروا في الصلاة. هذه الرجل الطاهرة العظيمة التي تتوضأ ويغسلها كل يوم مرات ومرات. الآن يمسح على رأسه. ثم بعدها انظروا كيف يمسح ويضع الماء في أذنيه. شاهدت؟ بعدها الآن يغسل الرجلين. الله أكبر. سنوات وهو على هذه الحالة. سنوات وهو يصلي قبل صلاة يتوضأ بهذا الوضوء بهذه الطريقة. لا يساعده أحد. رسالة: يا من عصيت الله في يديك، يا من تدخن، يا من تسرق، يا من تفعل الحرام وتبطش بيديك، أسألك بالله، من أحوج باليدين، أنت أم هذا الرجل الذي يريد أن يدافع عن نفسه، يريد أن ينظف عورته؟ لا يستطيع. هو يستطيع رد على الهاتف، يستطيع يحسب الأموال، يحمل، لكن لا يستطيع ينظف عورته. يا من عصيت الله بيديك، تذكر هذا المشهد. يا من قصرت في الصلاة، تذكر هذا المشهد. يا من أعطاك الله سبحانه وتعالى هذه الصحة، ترى الله قادر. لم يحرم الشيخ نصر الدين اليدين لأنه أسوأ منك حالا، لا والله، حرمها اليدين.